كنتوا عارفين انه نبتة الخبازة فينا اعمل فيها عدس بحامض؟ فنجان قهوة زيت حامي، بحط فوقه بصلة وسط مفرومة ناعم، لما تدبل بزيد عليها سنين توم مدوقين، بس يحمروا شوي بكون منقية كباية عدس، بغسلها منيح وبحطها فوقهم مع مي. هيدي الخبايزة بنقيها من ضلوعها وبستفهم فوق بعضهم وحدة ورا التانية، وبالآخر لأنه في وحدات صغار بيكونوا بحط وحدة كتير كبيرة فوقهم وبغطيهم، وبلش أفرمهم بالعرض وبرجع ببرمهم وبقصهم بالطول حتى يصير عندي شقف صغيرة. راس بطاطا وسط بحطه فوقهم وخليه يغلي. ملعقة ملح برش على الخبايزة، بدي كباية حامض، اتركن فيها لكن تستوي البطاطا. بس تبلش تستوي البطاطا بزيد فوق الخبايزة. هالبطاطا ما استويت نزل الخبايزة فوقهم، بتركهم يغلوا على مدة ربع ساعة. نحن عنا العدس بحامض ما بنحط لها شيء أبدا، ما بنحط لا كمون ولا بنحط بهارات ولا بنحط قرفة، ما شيء أبدا. العدس بحامض طبخة لبنانية صيامية بامتياز، ما في بيت لبناني بالصيام ما بيطبخ عدس بحامض. فيها فوائد كتيرة، وخاصة إذا عملتوها بالخبايزة، لأنه الخبايزة عندها خصائص بتقوي المناعة وبتحارب الالتهابات بالجسم. وقريت شغلة اليوم كتير كتير حلوة، أنه بتحارب الشيخوخة لأنه بتساعد أنه يفرخ الكولاجين بالوجه. وإذا أكلتوا عدس بحامض من عشية قبل ما تناموا، بتناموا مرتاحين كل الليل. بلش يفتح العدس والبطاطا بلشت تستوي، بس ميتها نقصت كتير. شو بعمل؟ بزد لها شوية مي. وهيدي الطبخة خلصت. ريحة ولا أشهى. قبل ما كنت حب العدس بحامض من ورا السلق لأنه في ضلوع، هيدي بالخبايزة بتجنن. ما بننسى شو نفس بالطبخ. I love you all. Bye.